أهلا وسهلا بكم أحبة المستمعين والمشاهدين عبر الفيسبوك من إذاعة القوات المسلحة العراقية من قيادة العمليات المشتركة، وحلقة جديدة أكيد من برنامج مواهب عسكرية يأتيكم كل ثلاثاء الساعة الثانية مساء. حلقة اليوم مستمعينا الكرام يعني على إذاعة القوات المسلحة على 98.0 FM من إعداد أكيد وتقديم أني هبة تميمي، والمخرج في هذه الحلقة مهند حسون. مستمعينا الكرام، حلقتنا أكيد نتحدث عن موهبة في السلك العسكري. هذه الموهبة يعني لها الكثير من المواهب، والتي كانت يعني مثل ما نقول إحنا ما تنعرف على الإعلام ولا يعرفها حتى في مجال السلك العسكري. اليوم موهبتنا العسكرية يعني يوسف خلف إجزار، رئيس عرفات الرد السريع. اهلا ومرحبا بك في برنامج مواهب عسكريه. اليوم احنا تعرف مثل ما تعرف برنامجنا نتحدث فيه عن موهبه عسكريه في المجال العسكري، او نقدر نقول في السلك العسكري من وزاره الدفاع الداخليه والى الاجهزه الامنيه الاخرى. بدايه عرف بنفسك اكيد، والقي التحيه على اذاعه القوات المسلحه العراقيه. السلام عليكم. يوسف خلف إجزار، رئيس عرفات. نعم، منتسب في قيادة الرد السريع. نعم. شكرا للقناة إذاعتكم الكريمة. نعم. على هذا اللقاء. نعم. أنا ألعب أكثر من رياضة. ألعب باركور وألعب جودو وألعب باروت. نعم. انضميت للعسكرية 2014. نعم. من صارت الفتوى مال الجهاد طلعت. قبل ما ندخل على السلك العسكري، كيف جمعت ما بين هذه الرياضات المختلفة مع مسؤولية كبيرة، خصوصا أنت رجل أمن في فرقة الرد السريع وأنت رئيس عرفات؟ أنا طبعا ألعب رياضة من 2005 يعني. نعم. قبل لأجل العسكرية. نعم. من دخلت للعسكرية كانت عندي هدف أو غاية أنه أخلي التدريب الباركور من ضمن التدريب العسكري. نعم. من ضمن التدريب القوات الخاصة. نعم. لأن رياضة الباركور ترفع من لياقة المقاتل، اللياقة البدنية ولياقة المقاتل كيف يسرع الحركة. نعم. أثناء القتال أو بالحرب بالتحرك، شلون يتخطى الحواجز، شلون يتخطى البنايات يعني بأقل جهد وأقل وقت. أنت عندك أكثر من هواية، أكثر من ممارسة الرياضات بجميعها، خصوصا القفز على البنايات مثل ما قلت، الماركو والباغوت والجودو والكاراتيه. مو صحيح؟ طبعا. أول لعبة لي أنا الكاراتيه من 2005. بالضبط. هسه أقول لك التسلسل بالألعاب. طبعا. كيف كانت؟ كانت أول رياضة أنه أنا قبل لا أدخل كل رياضة كنت أباوع أفلام بروسلي، يعني كان القدوة كلش متأثر بي يعني. نعم. 2005 دورت على الكامفو بالعراق ما لقيت لعبة بروسلي. نعم. فلقيت بس الكاراتيه. حلو. انضميت للكاراتيه بنادي النجف. حلو. أول ما رحنا للنجف كنا بغداد، ظليت ألعب كاراتيه لحد 2008. نعم. بعدين 2008 تعرفين الأكثر الألعاب الرياضية بها قانون وتقيد. صحيح. من شفت الباركور من خلال التلفزيون حبينا نلعب باركور. هاي بيا سنة 2008. حلو. الباركور يعني للعلم ترى اني وصديقي مهند اللي اسسنا شفته بالتلفزيون بعد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدها مو بعدها ما اصلا ما معروفه بالعراق الباركور. بالضبط. يعني احنا اللي اسسناها بالعراق. حلو. 2008 اول اثنين لعبوا باركور بالعراق. يعني واسسنا اني ومهند. حلو. مهند منو صديقك؟ صديقي. انتوا اللي اسستوها في العراق؟ اسسناها بالعراق. اخذتوا عليها بطولات؟ بطولات، سوينا نادي، سوينا لاعبين، نشرناها بالمحافظات، نروح لأكثر من محافظة يعني ندرب لاعبين. نادي كبير جدا طبعا. وهسه حاليا أنا أسست أكاديمية فينيكس بعدين هاي هم نجيها. تمام. نتحدث عن الباقي. الباقي الجودو لعبتها 2012. لعبت جودو ونزلت بطولة مال حماية منشآت. نعم. وراها هسه أنا حاليا جاد عب نادي الرد السريع. حلو. صار لي سنتين من انتقلت من الافواج القتاليه للنادي. للنادي مقر الفرقه. يعني هسه كنت بالافواج، انتقلت بالافواج القتاليه. نعم. على مود تكون شكلوا نادي بالفرقه، على تماس تام بهاي عندك المواهب الالعاب الرياضيه. شكلوا نادي. نعم. لرد السريع. نعم. لجميع الرياضات. نعم. من ضمنها الكمال الاجسام والفنون القتاليه، فرشحوا اسمي الولد اللاعبين اللي بالنادي وجيت للنادي. صار لي
تقريبا سنتين، راح يصير 3 سنين. انت قلت انه اول رياضه حبيت هي الباركو، باركو من بعد انه رياضه التايكوندو. لا التايكوندو ما لعبت، لعبت جودو. جودو جودو والنوب الباغوت. الباغوت لعبتها باغوت. اثناء من كنت بالخدمه الهندسيه. شنو هي الباغوت؟ ممكن الباغوت صارت لعبه جديده اصلها اذربيجاني، تجمع اكثر من رياضه فنون قتاليه، من ضمنها الكيك بوكس، الملاكمه، الجودو، المصارعه، التايكوندو. بها اساليب تقريبا خمس انظمه بالبطوله، الكاشاغ وغيرها، هيك اسماء مسميات لها. انا نزلت بالباغوت بطوله كاس الوزير، صارت باربيل، جبت مركز ثاني. نعم. والسنه اللي بعدها جبت مركز ثالث. نعم. بال سيستم الكاشاغ اللي هو المصارعه. حلو. الجودة. يعني كلها جودو، باغوت، باركو، كلها مصارعه. كلها مصارعات، يعني كل هاي تدخل في عملك هسه كأنت بالفرقة الرد السريع. بالإضافة إلى عندك أيضاً مؤهلات كثيرة، اللي هي القفز المظلي، اللي أنت لحد هذه اللحظة تتمنى أنه يكون أمنيتي وأتمنى يعني أنه أنا هسه فد شخص أو مسؤول أو معني أنه بس مجرد يخليني أقفز، يعني ما عندي أي خوف. لحد الآن ما أخذت هاي التجربة؟ أمنيتي أخوضها. حلو. أنا من قلت أنه هاي الألعاب تدخل في فرقة رد السريع من خلال أنه القوة البدنية اللي تعملها. سأنت في تنقل من بناية لبناية، أكيد هاي عززتها على أرض الواقع. طبعاً. شلون عززتها؟ من خلال الحروب اللي حصلت، أو نقول مو حروب، الحرب ما بعد يعني في 2014 خصوصاً على تنظيم داعش. يعني الباركور كنت أنت مشارك؟ شوف شلون أنا عرفت أنه هي ناجحة بالحياة. نعم. استخدمتها بالموصل. يعني كنت أنت مشارك؟ مشارك بالموصل. نعم. يعني كنت استخدم شنده. التسلق. نعم. يعني اسلق البيوت واقفز من حياطين واقفز مكانات عاليه. نعم. اتخطى واركض بسهوله، يعني كان يعني حتى اصدقائي كانوا ملاحظين هذا الفرق اللي بيني وبينهم. قال لي يعني حتى كان الامر فوج الله يرحمه مقدم حميد، كان يقول لي اسرع واحد انت بيهم، فدائما كان يعني المهمات السريعه كان يخليني انا اطلع بيها بالضبط، يعني لان عارف شلون اتسلق البنايات بسهوله كلش. يعني يعني اذا كان اكو بيت، مره من المرات اكو بيت كان مفخخ اللي اني وقعت من عنده، صار داعش منا انا وداعش منا، فانجبرنا ندخل للبيت. اكيد صعدنا فوق من السطح، عبروا جماعتي قدامي، اني داعبر، فاخر واحد كنت، فركز عليه القناص. المهم خلصت من الرمي مالته، قفزت. كيف تتجاوز خصوصا احنا في الموصل كان اكو يعني القناصين كثيرين موجودين على البنايات يترصدون ويرصدون القوات الأمنية بالذات، زائد أنه الرمانات كانت أيضا كثير. ما عاد أنه الرمانات الدخانية اللي أنتوا حتى تنعدم عندكم الرأية، شلون تقدر تجاوزت كل هاي الأمور يعني وعززت مثل ما يعني قلت قبل دقائق أنه عززت هذه الرياضات في الميدان الحرب؟ احنا نقول تمام ميدان الحرب، كيف انه عززتها؟ تنقلت من بين بنايه لبنايه، وقلت انه اكو كانت بيتين مفخخ، وانت تجاوزت هذا، تجاوزت البيت، عبرت على البيت الثاني، دا اصعد، فصار رمي من قناص غادي يضربني، فقفزت. هم قدرت تتخلص، خلصت من عنده، قفزت ووقعت، ما قدرت اتشلب بالهاي لان كانت تجهيزاتي هواي، يعني لابس درع والخوذه والجنطه بظهري وسلاحي، كان اكو ثقل على جسمك، فكان اكو ما ثقل. قدرت يعني اني اقيس نظريا الباركور، من اريد ادي حركه اقيسها نظريا، اعرف ان اللياقه مالتي سرعه القفز واللياقه زائد اللي نقول عدم وجود ثقل بالجسم. اي يعني انا مدن يعني من كنت اتمرن يعني اعرف هاي المسافه انا اقفزها، لكن ما قست الوزن اللي شايله، فمن قفزت ما لحقت اتشلب يعني بالحياة. الوزن بالباركو طبعا الباركو انه له دور لازم انه ما حامل شيء على مود تعرف. هو انت تقدرين تتمرنين باوزان تشيلينها، لكن انا اللحظه اللي صارت عندي انه انا ما كنت متمرن على هيك وزن انه بجسمي في الوقت وأخذ. الحاضر انت متمرن على هذه الاوزان؟ طبعا تمرنت بعد ما تجربه اخذتها. اخذت هواي تجارب، انا من النوع اللي التجربه اللي افوتها ارجع هذا اكررها بشيء صحيح. بالضبط، هذا شيء حلو. احنا
عندنا تجارب لازم نتعلم من هاي تجاربنا. انت هاي تجاربك رادت تؤدي حياتك الى الخطر، يعني انت اصابيت انصابت عضو وكسر كامل الجسم من خلال يعني. انه ما قست الوزن اللي انت اي الوزن، شايله، اي ما يعني المسافة ما وصلت لها فوقعت. وقعت وصار صار عندك عندي اصابة. وين اصابة صارت؟ اقوى اصابة صارت عندي هي البراكوة، صار عندي قطع رباط صليبي وتهشم بالغضروف. اكيد اثرت على الالعاب اللي انت اي تمارسها، تركت تقريبا واكيد 4 سنوات، اثرت على تركت المهنة. هواي كلش هواي رجعتني. تركت 4 سنوات الى ان سويتها بمستشفى الكفيل. حلو. بعد التأهيل ورا سنة، بعد خلصت الحروب وكلها، شكلوا النادي، سحبوني للنادي، سحبت النادي. رجعت هسه أمارس رياضة الفوت. الإصابة اللي بركبتك لحد الآن تعاني من عندها؟ لا لحد الآن ماكو شيء، الحمد لله طابت. يعني الحمد لله. الحمد لله وشكرا. يعني بعد هاي السنة من إعادة تأهيل خصوصاً إنه هي رجعت طبيعية الحمد لله وشكرا. حلو، إنه أكيد ما ترجع طبيعية إذا ما ما ترجع تتعلم. 100% هي، أكو يعني من يصير عليها ضغط بالتدريب، بالضبط. فأكيد راح يصير بها ألم. ما تخاف إنه في يوم من الأيام نقول تغدر بيك؟ بعد هذا قدر، إذا أراد تصير خلصه. صحيح. ننتقل أيضا إلى سؤال آخر، كيف تعكس هذه الألعاب على عملك الأساسي في السلك العسكري، غير العمل أنه اللي خبته في تنظيم داعش الإرهابي؟ لا، الألعاب الأخرى، البغوت، يعني هل أسست إلك عمل خاص أو أسست إلك فد مركز خاص؟ أنا مدنيا عندي مركز، نعم، عندي أكاديمية فينيكس للباركور. نعم. يعني هسه بسبب دوامي يعني اللي 10 بـ10 شبه اللي قليل يعني جاي أفتحها، يعني ما عندي شبه اللي داري دا أعزلها. شنو هذا المركز؟ حدثنا على هذا المركز أكثر. المركز سويته صار لي تقريبا 2018 أسستها القاعة الأكاديمية. الأكاديمية تدريب الألعاب القوة البدنية والباركور. نعم. من ضمنها ال شو اسمه سترونج مان. نعم. سترونج مان قلت لي إنه هي مو من ضمن ألعابك. ها هاي الرياضة. حصلت عليها بطولة. رياضة السترونج مان. نعم. لعبة جديدة اشتقت من القوة البدنية اللي ذول الرباعين اللي يرفعون أثقال. حلو. قبل تقريبا 4 أشهر صارت بالنجف بطولة مع الأندية، راحت شاركت باسم نادي غد السريع، جبت مركز ثالث. يعني كل فترة تدريبي للتمارين مالتها 10 أيام، رغم أنت ما يعني ما مجرب يعني هاي أول مرة أجربها، يعني هي أصلا مو لعبتي، يعني مو يمها، بس من خلال أنه تمارينك القوية في المهارات الأخرى أو بالرياضات الأخرى قدرت انه بهاي قوتك البدنية قدرت انه تفوز. شوف هو الجودو بصورة عامة العاب الفنون القتالية بها قوة بدنية كلش عالية، خليك انه ولياقة كلش قوية، تقدر تمارس كل الالعاب، كل الالعاب الرياضية. نعم. كلها تصير عليك سهلة، مجرد انه تحفظ التكنيك الخاص بالحركات، اي بكل لعبة بسهولة تقدر تمارسها. كل لعبة لها تكنيكها الخاص، لها مسافة الخاصة، لها وزن خاص طبعًا. وقوة بدنية طبعًا. خاصة طبعًا. ولها لياقة خاصة، يعني حتى عضلات العضلات اللي بالجسم كل لعبة يختلفن، زائد لها أيضا نظام غذائي خاص. نظام الغذائي لا، كل الألعاب بكل الرياضات هو واحد، هو البروتين والكارب كله والش اسمه، يعني ماكو اختلاف، مجرد بس انت ملتزم. ملتزم من كنت تلعب لحد هاي اللحظة انت تلعب لحد هاي اللحظة يعني مشارك ايضا البطولات هسه حديثة؟ حاليا لا، حاليا ما عندنا اي بطولة. بطولات منتظر البطولات تجي على السنة الجديدة ان شاء الله. البطولات اللي شاركت بها سلسلياها هي والسنين والالعاب المدنية والعسكرية، او نبديها بالمدنية بعدين نخوض العسكري. تمام. أنا عندي شهادة من أكاديمية جنريشن. نعم. البريطانية، معلم بالباركور. هاي. 2014 بالكويت أخذتها. نعم. سويت نظمت بطولة مع المواهب مال العراق بملعب الشعب 2019 العفو. نعم. يعني سويت تجمع مال رياضة المواهب من ضمنها الباركور والسكيت والترايل والبي ام اكس، لان يعني بالاخص مواهب الشارع اللي يسمونها العاب الشارع طبعا، وشاركت بطولة موتاي وكاراتيه وجودو عندي من يعني 2013 2012 2010
نتائج عندي أول ثاني ثالث. بعدها بالعسكرية يعني فترة صارت ثاني بالحرب مال. إن اكتسبت هذه الخبرات، يعني نريد نشوف شنو التدريب اللي خضته أكثر وأكثر، خصوصا في مجال السلك العسكري اللي أنت بيه. العسكري هي بعد احنا بالداخلية دورات عندنا يعني طبيعية مال القوات الخاصة. أني يعني بعدك لحد هذه اللحظة تتدرب في القوات الخاصة؟ لحد لا ماكو حاليا هسه تدريب، هي دورات أساسية وانتهت. ها، لكن أني لا، بالنادي الدورات المستمرة. دورات ما عندنا مستمرة، لكن أني تدريبي يومية يعني هذا انت شخصي. الشخص تدريبي يومية، أني ما ينقطع نهائيا، لأن هو أني أصلا هسه حاليا بالقاعة الرياضية نعم. بالنادي غد سريع بالمقر الفقري، ايه. فهو أني يعني شغلي بالقاعة، دوامي كله بالقاعة الرياضية. هل استحصلت دعم من مراجعيك، خصوصا الضباط، في تطوير مهاراتك اكثر واكثر، خصوصا في هذا المجال طبعا اللي انت تحبه وشغوف بيه؟ كل الشكر والتقدير لسيادة القائد نعم، الدكتور اللواء ثامر الحسيني القائد الغد السريع، تحياتنا يعني إلى الدعم كلش قوي انه هو تحياتنا إلى من إذاعة القوات المسلحة العراقية. وهو واللواء ضياء نعم، مدير مكتب القائد، يعني كان لهم دور كلش قوي بدعمنا، خاصة احنا الفئة الفنون القتالية، نعم، يعني ما خلونا محتاجين شيء، دائما يدزون علينا ويكرمونا ودائما ساندينا بالبطولات. نعم. هل دخلت في مجال تدريب بعض من الضباط، أو عفوا بعض من الجنود لا الموجودين؟ ده ما صار تدريب. ما صار. أنا يعني لحد هاي اللحظة أمنيتي إنه أدخل رياضة الباركور بالتدريب العسكري، وأني جاهز، عندي أساليب وعندي أنظمة حديثة، لأن هسه تقصد هنا بالسلك العسكري، بالسلك العسكري خصوصا فرقة الرد السريع، فرقة الرد السريع وأي دخل هاي الرياضة وأي وأي بتماريكم، وأي قوات أمنية أنا مستعد لتدريبها بتدريباتكم. بتدريب الباركور بالأخص، لأن الباركور يعني يرفع من لياقة الجندي ومن استيعابه، ويخليه إنه عنده لياقة كلش عالية وقوة بدنية كلش عالية حلو. بتخطي الموانع من انتقال من نقطة لي في النقطة باب أكبر قدر من السرعة والسلاسة باستخدام القدرات البدنية. يعني أنا أقدر أخليه إنه يتخطى الحواجز بهاي النقطتين بأقل جهد وبأقل أجزاء من الثانية وبأقل وقت. انت قلت لي انه انت انشأت عمل خاص بك ومركز للفنون القتالية نعم، او اكاديمية، أكاديمية هل فينيكس. عندك مركز للفنون القتالية في الرد السريع؟ لا ما عندي، لحد الان فقط ما لحد عندك، الآن ما عندي. مثل ما قلت انه هو تريد تعزز قدراتك وتريد تدخل بعض من الالعاب في مجال التدريب. يعني ما جتك فكرة انه تروح للقائد؟ ما تك تطرح له هاي الفكرة تروح في مجال التدريب والتعليم اللي هسته يعني يخوضون هاي التدريبات المستمرة بالدورات اللي عندكم؟ أكيد. طبعا هو يعني اني عندكم كل سنة، أو قد كل سنة احنا عندكم دورة؟ البطولات تجي لا، الدورة الدورات ما اعرف حسب الجدول حسب الجدول الموجود. الموجود يعني أنت عندنا. ما تتمنى تروح هناك تتعلم وتدرب الطاقات الجديدة، أو نقول والله المقاتلين الجدد؟ امنيتي يا ريت يعني لو انه يكون هذا الشغل اللي يعني هاي يعني عندك الخبرة اللي القدرات عندي القتالية، افيد بيها الجنود، كلش عندك القدرات مستعدون. القتالية، عندك الفنون القتالية نعم تعرفها، عندك المهارات، مكتسب مهارات كثيرة من خلال أنه حديثك، وحصلت كثير على جوائز تمام. وبطولات، فبالتالي أنت هسه مثل ما نقول صاحب مسؤولية كبيرة بين شغلتين. في شغلة المجال المدني اللي انت حابه، هي الرياضة اللي انت حابها والرياضات اللي انت حابها، والثاني موضوع هو السلك العسكري، كيف تتوفق مع المجالين؟ يعني خصوصا المركز اللي انت بيه اللي تدرب بيه تمام. الأكاديمية، وشغلك خصوصا في السلك العسكري، خصوصا انت هسه في النادي. تمام. شو احنا دوامي 10 بـ10، نعم. فهو شوف سبحان الله شبه المقسم، يعني انه 10 ايام انا هنا أنا بالنادي عسكريا اقوم بامور العسكرية كلها والتدريب العسكري موجود، ومن ننزل مدني هاي ال10 ايام انا اخلص منها اللي اقدر عليه بالقاعة واللي اقدر عليه
ما أثرت على شغلك الخاص وخصوصا الأكاديمية أو المركز؟ لا لا لا، ما أثر. ما أثر من يعني؟ نجي للدوام، عندي مدربين أخليهم مكانك. روجت روحك لهذا الموضوع عن طريق وسائل التواصل طبعا الاجتماعي؟ ما عندك مركز معد؟ طبعا عندي ترويج وعندي إعلانات، سويت أكثر من مرة إعلانات كثيرة إعلانات، خصوصا. يعني افتتحت قاعات سويت ها لهم إعلان ترويج. حلو. بالمستقبل تريد تفتح قاعة لتدريب الشباب أكثر وأكثر والله تطوعيا؟ هو اكو فكرة انه تطوعيا ويا هنا أقصد. تطوعيا، أي ما عندي اي مشكلة اني تطوعيا او ماديا او برسوم إيجارية، ما عندي اي مشكلة. يعني انا لحد الان فتحت دورات مجانية كلش هواي، يعني مجانيا مجانية يعني. كلش هواي فتحت، يعني هواي دربت. كنت انتقل المحافظات انا والفريق مالتي ندرب برا، الغاية من تدرب الأشخاص، انشغل اللعبة لان كانت اللعبة ما حد يعرفها. الغاية أنه هو نشر هذه اللعبة. نعم، هسه منتشرة اللعبة انتشرت من وجهة اللعبة نظرك؟ من وجهة نظر كلش، يعني هسه يعني بحيث الأفلام الأجنبية الأكشن كلها صارت باركور، التدريب العسكري الحديث كله صار رياضة الباركور. هذه اللعبة تريد تخليها في المناهج التعليمية خصوصا في تربية نعم، في كليات وجامعات هو خاصة التربية الرياضية والعلوم هسه المدنية؟ جاي يصير دراسة عليها من اللجنة اللي احنا مسوينها، يعني اللجنة انت دا العراقية هاي انت للباركور. موجود في اللجنة؟ نعم، اي حلو. اكو عندنا دكتورة بغداد جاي تناقش الباركور من خلال المناقشة مالتها مال التخرج. بالمناهج اي الدراسية نعم، راح تكون هذه اللعبة ايضا موجودة. ان انا شاء الله. يعني انا شفت يعني اني طالبة تربية رياضية، الباركور مو موجودة بالمناهج، ما موجودة لأن حتى هي اللعبة اصلا يعني هي منع. أصلا ما بيها اتحاد، يعني احنا جاي نسعى نسوي اتحاد. يعني ما بها اي اتحاد؟ اي دخلوها من فقرة يعني ما محترفة بيها هنا بالعراق؟ ما محترف بالعراق؟ بيها؟ لا، بيها اعتراف لجنة، فقط لجنة فرعية وليس اتحاد أولمبي. هسه يعني هي اخذته على اساس عليها على انه عندكم لجنة. اي معترف بيها آسيويا يعني للعلم، لكن احنا هنا الاتحادات بالعراق. تعرفين بعد اللجنة الأولمبية مالتنا شلونها وشغلهم شلونه، يعني صعب تحصلين على موافقة وصعب انه تشوفين احد يدعم، يعني كل الدعم اكو خاص. خطة مستقبلية هي لفتح اتحاد لهذه اللعبة؟ اكو خطة، يعني لحد الان احنا بدنا نشتغل انه نفتح اتحاد، نشكل اتحاد حلو. رسمي. وانت حسب في لجنة انه مسؤول لجنة السباقات السباقات، وتريدون باللجنة. ايضا تعرفون خصوصا في تربية رياضية وعلوم طبعا بدنية طبعا لزج هذه اللعبة بالمناهج. طبعا بالحماية الشخصيات وفنون قتالية عندي جمعت أكثر من مدرب اختصاص وجاي نشتغل على هذا المجال. حلو. هذه الألعاب اللي أنت مشارك بيها في البطولات والبغوت والباركو والجودو والجودو، إلها تقتصر على يعني فئات عمرية أم أم لا يعني عادي حرة الأعمار تكون الأعمار، اللي قصدي الأعمار تمام. هنا من أكو شوفي، الفئات العمرية؟ اكو رياضات تحتاج اعمار تبدي من الصغر، واكو رياضات لا تقدرين تجين عليها من عمر 20 سنة، ماكو مشكلة بيها. مثل الجودو يعني عادي تقدرين تجين. اكو هذه الالعاب محتكره يعني، الجودو محتكره على الرجال انا لا اشوفها، لا، كل الالعاب النساء قليل. لا موجودة حاليا، وبطولات النساء النسوية موجودة موجودة النسوية بالباغوت وبالجودو وبالمصارعة نفس الحالة، المصارعة الحرة، وباركو الباركور، كل موجود؟ شوي كل انا شوي. اشوفه يعني ما اعتقد انه لا لا هني جازف من لا لا البناية لا، لبناية. كل شوي اكو بنات. تقتصر على اعمار يعني لا، حتى متى الباركور ما تقتصر على الأعمار، بالأخص الباركور. يعني عمره شخص عمره 10 سنوات يقدر يقفز من بناية لبناية؟ أنا ابني عمره 3 سنوات حاليا جاي دابا باركور ويقفز يعني من مترتين للقاع. يعني هسه انت تقدر يعني تدرب بهذه الفئات وهذه الأعمار نعم، على كل الأعمار دربوني، كل الأعمار دربتها، حلو. يعني جوني رجال كبار السن دربتهم، أطفال دربتهم، متوسطين دربتهم. أنا أركز على الباركو لأنه أنا حاسة صعبة. النساء شلون يقدرن؟ ماكو شيء اسمه صعب، لأن هي الباركور أصلا طبيعية، هي أصلا موجودة عندنا، لكن إحنا ما عارفين من التكنيك ما بالصورة الصحيحة. ننميها بصورة صحيحة؟ هي كلها حركات طبيعية يعني. يعني ما يعني بس ماكو لحد الآن ما خاضت يعني
العضو النسوي مخاض هذا شلون مخاض لا موجود بال اكو بطولاتهم بطولات جاي يصير بالخارج بطولات كل شوي تصير لكن احنا بالعراق ما بالعراق بالعراق ما عندنا حدثني هنا بالعراق ما عندنا يعني تعرفين انت المجتمع العراقي شلون يكون حلو ما هي رسالتك تريد توصلها لكل موهبة عسكرية داخل الوزارات والأجهزة الأمنية والله رسالتي أنا أقول الكل أمام الكاميرا الكل جندي عراقي والكل منتسب أنه يخلي هدفه مقابله ما يخلي فد شيء يوقف بينه وبينه وعنده أي موهبة أي شيء أي مهنة يقدر يمارسها لا تخلي أو لا يخلي عائق لا يخلي أنه أنا والله عسكري وملتزم بواجبات ما أقدر أقوم بهذا الواجب لا عندك هواي مجال عندك هواي فرص هواي استغلها بالضبط شكرا لك يوسف خلف على كل هذه الأمور وعلى حتى رسالتك الأخيرة لكل المواهب العسكرية إن كانت ضباط أو كانت يعني جنود مولودين في الجيش العراقي حتى في الأجهزة الأمنية شكرا لكم مستمعين الكرام وشكرا لمتابعتكم نلتقي بكم إن شاء الله بحلقة جديدة وأكيد موهبة جديدة أسألكم مع السلامة.